رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وليوحا قد احجرنا روضة الأنوار صير ذي نبينا صلى الله عليه وسلم، وحان كده حجرني غسوني يدولانك لذين جعاش طالب وعجائب بذنك أيام بيكواتنا ومشي منافقين تلهين. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سبب تيدنا وانصوت الماني أو وانصوت شاكني تيل لباب أيام كده حجرني أو أها إفكي عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة أول لغو إفكاضي أول لغو دين أبورتي منافقين أيام أيضا كبن بيسي. وحان صوت الماني عائشة إني أرى علي غسوغا رسولك مركي نبينا اللي صوت يادي ودك أبيسي رسولك إن لدوري دونه هبين منه سلو رفتو. عائشة نقضاء الحاجة آدي مركي صوت مقطي حبك كيبي طابطي وحابك كم كم با كل أيضا مركا أيضا بجكي بيلا غري أيضا الله ملاي إني كده حجرته وعلى صوت نقاطي أو يلا سوتهي. عايشة مركي كوشي بي صوه الشي ويصوه نقطي قفض ميشة مجيبه بما ولا صوه ولا بحي ميشة بي اسكفة ريستي واسحة ويهر بي صفوان ابن معطل السلمي أيامي وحو أركي إنسان مدي بي سو ميشة هرداي وابا عايشة وفهمي واي حجاب كهرتي ايو اركي جري وجيلي ايو دبولتي كذب نواسو وغي وحونا كذب كيني جيشكي اي عيلانكي خولكي افكيغا ايا بطي ايضا وحبو اوغين بن بيحان وصني عائشة رضي الله عنها مالا اوغا وحسوق كجرا ايضا حالب منش اي مرسا اون وحاته مجليي نبيغو انتو يمادو او بهايو كيف تيكم أسألك بعد فترة ذي وقتي أي حال قد راقي رسولك صلى الله عليه وسلم وحب بالله إنه استعذار كد البابا صحابتنا أولا فشبا بعدما وحيي صاباهي علي وحو فرت أغفي قوء إشارة عائشة إن لفرو أسامة سوحو يري إسكهي سوى إهل كاجي عبد الله ابن أبي دك كذا شيء رير خسرج ذات كان أهين رير أوس أها هطلي مركز سيدين هدو أنا جن جمدي هي ودلينا هدي ولا عليهم خسرج وكمدي هينا أمر كأجن فلنينا نشا دك كذا عضي قبيل قبيل بالله دجال لنا يي نبي مركز دجيي وخرجت ويصاب حضي عائشة عائشة رضي الله عنها. إلهي هك الراد النقض ذلك اليوم ما أي حاجة حبيبي أصوب بحلي ليلا هبين منه معناها مسقولة ما إيسان لهين قريها أدو سنفاع ما أنتو كلي أرنتو ذا أرنتي عربتي هري أو كلي أهان جرتو دور كلا آدي جري مركا قضاء الحاجة الله بعضه وأي وحي ترى أنه أنتصى أدو الميلان كنين وأنا قضاء الحاجة القبتي هل قادر من توح لمدعى يعني مركز أيضا وحوغا كرسطي من المرض حمونك ومعها وحانيئي ذاها عائشة لسعودي أم مقعاب مصطحه يدي أي لسعودي فعفرت ويسن برحتي أم مصطح وحي كفتي في مرطها قئيلة قئي أي قبتي إلى الجلباب وين أبلها أبلها قادن جرين سيدات درتيت كيبي كتر التراطو ويكون عضي جيب كومان تجيب وحجابك قبهين قارنا بحبحاتك انت كان اسكاس خلقو قاطع وحجاب يا بضن
laakiin gabdhahani waxay wateen ku jiidahaya oo nebigu suu amray halkaa ka hoos gaaraaya. saas darteed ummu misdax way turunturootay, facafarad wixii ku turunturootay ku simbiraxatay ku dhacday fii mirqihaa go-eeda. fadacad markaasay habaartay calacala misdax ah tiri taisa misdax, misdax ha hoogo, misdax hoogli, saasay markaa tiri. fastankarat dalika caaisha, caaisha arrintaa markaa ku inkirtay. caaisha hadalkaa ka hortagto waxay tiri maxaad u caynaysaa ama aad u habaaraysaa wiil dardar ka qayb galay dadaana markaa ka mid ah mar waxay tiri dardaashaan fiiriyay tiri yaa haadihi macnaha ma ogid miyaa waxa suuqa ku jira oo ay geliyeen. fa akhbaratha alkhabaru, khabarkii bay markaa u sheegtay ummu misdax. meeshaasay ugu sheegtay caaisha waxa markaa jiray iyo sida arrintu tahay iyo waxa suuqa markaa meeraysanaya. waa nijmaha wiilkeedana niman inuu ka mid yahay yaquulu biqowlihim, qowlkooda ku qowlahaya. munaafiqiinta hadaladooda ayuu wadwadaa oo asagana dadkaasuu markaa ku jiraayo dad muslimiinta ka mida simbiraxday ayaa markaa jiray. meeshaasay ku ogaatay caaisha. farajacad way soo noqotay caaishatu caaisha. farajacad caaisha fastacdanat, waxay istiidaan ka weydiisatay rasuulullaahi sal allahu calayhi wasalam inuu u fasaxo guriga. way tiri wadaan aadayaa rasuulka allah fasax isi. fastacdanat, way fasax qaadatay rasuulullaahi, rasuulkii ilaahay sal allahu calayhi wasalam ayay fasax ka qaadatay inay hooyo aabo u tagto. waatad, waxay timid oo ay u tagtay abawayha labadeeda aabe, waa hooyo aabe, waa ummu rumaan iyo abuubakar. falamaa, markii taakada uu xoogaystay oo ay yaqiinsatay ladayha agteeda alkhabaru, khabarkii, khabarku inuu run yahay markii taakiinsatay. xataa ummu rumaan waxay tiri caaisha hooyadeed gabadhayda yaree waa bunayatii, hadalkaaga khafiifi bay tiri, arrintan wax weyn ha ka dhigin, wallaahi waxaa yar inan jaariyad ah oo da'yar oo nin qaba, ninkuna jecel yahay, hariifooyina ay leedahay, ilaa waa lagu bataa. ma waxaasun waaye sallallahu alayhi khabarkii ta'kiisatay. falamaa ta'akkada, markuu adkaaday oo uu ta'kiisanay ladayha agteeda uu uga sugnaaday alkhabaru, khabarkii, jacalad, waxay guda gashay caaisha tabkii wa tabkii inay ooyneyso, iska ooyneysaa. xataa bakat, ilaa ay oysay caaishay ooyneysay laylatayni, laba habeen iyo yowman, hal maalin, laba habeen iyo hal maalin oon kala go' lahayn iyo caaisha ooyneysaa radiallahu canha. dhibkay munaafiqiinta sameeyeen fiiriya, heerka ay gaarsiiyeen caaisha fiiriya, waa gurigii nebiga sal allahu calayhi wasalam. lam taktaxil, aynan u indhakuulanin afrmaa ahaa maalmaha iyo labadaa maalmood, labadaa habeen iyo maalinta gudahooda, binoomin hurdo, wax hurdo ah oo ka soo dhacday ma jiro, kumana go, ilinna ma ka go'ine ilinteeda qulqulaysay. xataa intii dhannat, ay malaysay caaisha, wadanna abawaaha, labadeeda waalidna ay maleeyeen, ana albukaa, ooyintu faaliqun, inay dilaacinayso kadibaha beerkeeda, say u ooyneysay ayadana waxay moodeen beerkeedu inuu kala go'aayo. hooyadeed iyo aabbaheedna waxay u maleeyeen beerkeedii inuu falaq ku dhacaayo marka uu kala dilaacmaayo. wajaa'ahaa, waxaa u yimid rasuulullaahi sal allahu calayhi wasalam sabaaxa leylati athaaniya, habeenkii labaad subaxeedii ayuu rasuulku u yimid. fajalasa, wuu fadhiistay maalintii laga sheegay hadalka ilaa maalintaa agteeda ma fadhiisanin. saan soo marnay, wuu salaamaayey dadka, kayfa tiikum buu dhahaayey, tiinii ka warrama, xataa caaishu u quuriyey hadda wuu tashahuday. macnaha ducooyinkii lagu furfuranayo qudbooyinka ayuu nebigu furfurtay. waqaala, wuxuu yidhi amaa bacdu, intaa kadib, yaa caaisha, caaishay, fainahu balaganii, waxa uu kaa soo gaaray canki xaggaaga, kadaa wa kadaa, waxa iyo waxa, inaad jinaysatay macnaha, subxaana allah, waxaasa xaggaaga iga soo gaaray caaishay. fa in kunti, haddiise aad tahay,
بريئة ودم بيا بركاء فسيبرئك الله إلى أن يكبر يولدون سبحانه وتعالى هذا الوحن شق كلهين ودم بيا آذن جلين إلى أن يكبر يولدون وإن كنت حديث آتهاي أنتم أقصد بلن كانوا إلى الله إلى حج فأسر الله تاب الله عليه إلى وكتوب أقبل يا إلهي وكتوب أقبل يا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى وكتوب أقبل سبحانه وتعالى عائشة هضاتهاي وإن كنت حديث آتهاي ويرئل وإن كنت حديث آتهاي المنت من أقصدي بذنب ذنب ذنب قال لشيقة يا حباب قشينا فاستغفر الله إلهي ذنب أفوي بيس عائشة وتوبوا إليه التوبة كان فإن الأبد أدونك إذا اعترف بذنبه ذنب قيس هذا كذبنا إلهي التوبة كان وإلهي أصول الله تاب الله عليه إلهي كذبنا وكتوب أقبليا وحينئذ وقتها خلص وحق أي دمعها إلى انتهي إلى من استكتري وقالت وحي كتري لكل مدكست من أبويها لماذا أبك مدى وهو يريد أبيه أي يجيرا إني كأجيرا نبيغ هذا الكاس أميري عايشة هدى دنبغان شيء إلهي أتوبكين هذا الدري تهينا ألا كدري إلهي يتر أبو إجواب نبيك هذا الكال إليهي إجواب حقيسا ما قام بودا وحن تجوابه هاي إجواب بيته يبقى عقل بضن وآب وير علم بضن وعهيت سبادر تبتر هاي إجواب ونبيك هذا الكيس أجواب لبدو وي عبر دارتين فلن يدر وحي قريوين أني وحي أطهن هذا الكيقاي لقد علمت وان أجاذي لقد سمعتم إن أضمقشن بهذا الحديث شكرا أيضا حتى استقر إلا في أنفسكم نففيا الكينة إلى إن بلن دي سوق كوريتي هذا الكو هدو سوق سوق أصيبت أصيبتنا دكوي آنيا قلب بيبو كسغنانا يا فانوا أجاهي بيتري وصدقتم به أضل رميسين إن أنيق دنبقا قال إن وين أجهي فلئن قلت حدان لكم إذنك إذن به إني أنيق بريئة بريئان آي والله يعلم إلهي ما أجيان دنبانا جلين وهذا الكائن إذن به دنبقا مجلين ألنا إلى أجيهي لا تصدقونني إرم النسان إن هذا كوابطي هذا الكيبا ملك استجاري هذا الكيبا لحليني كو انتشار كفافي بريئان إذن آي حد بان إذن به الله أجيه إن بريئه بان إذن به لكم إذن وانقري إلهينا يعلم أجيه أني أنيبو من حق سبريئة إن لتصدق الناس بيوحو يرمى هاني عايش وحي ترى ولا أركي عقبطي حتى يعقوب أجوي إلا يعقوب هذا الكيسي أها إن تهلي بنتي مركاسة أنت اسكبرت إن مرتنا وكبرتي وبنتي وكبرتي والبهر كي وكبرتي عايشة وحي كوحا كبرني يوسف أبيه يعقوب مركاسة يتري وحن إذن كبير مهما همالي إلا كما قال سويري أبو يوسف يوسف أبيه مهاني معيري فصبر جميل صبر كيف هو صبر في عن والله المستعان إلهي لك المويدي سنيا على ما تصفون وحد قصفين إنسان وحد صفين إنسان إنسان هايو ماذا جرد ويوان قالوا أن بدون إنسان من أجلين هذي واقلوا أن بوضعين إنسان مجن هدان بهنا مرنين إنسان سادرت مهما لا يوسف أبيه أنيقوان إسك صبر بويري من صبر جميل والله المستعان على ما تصفين فطي عائشة ونزل الوحي وحي جباب السود جاي ساعة مثل عدسس اسم وقتها أي سود جاي هل قفت قول جفدي مبين إلا قرر أن صارت بألباب صوغ راعي ويصوغ شيء عايشة لفري ستي وهم دي لبنوري إلا أخبر الله سمع يوم الله منافقين إلى سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك
أسفل من النار بغن مرغي مرغا قلقل قلي صلى الله عليه وسلم انت كبعد تحولت ويوريقتي ومعناه جيف كريري قرب الحجي سأجيستي والجيف عشاء ونزل الوحي فيه نوسوده إسلا وقتي قيسا فصري وأن غفيدي عن رسول الله رسولك حجي صلى الله عليه وسلم إلى مرك وحي كسودك وحلاق رنجري نبيك مشاقو قبوضاء وحقاياء ليد كسكوصا وسيد من أدنى ذاك سودا رنجري وليس وحي أولي هدرتي إلهي بات المامي إن سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا الاسم كوسو دجنين اللي يري إلى سبحانه وتعالى وهو يضحك له أصدقوا قسلايا أي النبي قال لك قاضي فكانت وحي نقطي أول كلمة كلمة أبوه ريسي تكلم أوقها الله بها كلمة أن قال إنه يري عائشة عائشة أما الله فقد برأك إلى وكبر يالي الله أكبر إلهي وكبر يالي كربض مكي ضبطه قفوا الامتحان يا ولا ليال امتحان كسو الصبر يا هير كربض أي كبضته ومد كب قام مشاكل كلمتي اللي جاره كربض هير أي إن تهضق أبا أي جارته مصر بس ودكي مصر بأمرك إيمانا يا لكن امتحان كان كبع ما انت ضبطه إلى سبحان كبر يا أنت خفيف أنا كبير كبر إنه مو امتحان صوت حياته ما حمل كبر امتحان هذا جوال كمتع سيقدرت عيش هيك كجارت كثيرين حتى لو أنت إنه أسود جي وحدة أمسمع ولي عيش وحي كري والله إلهي آيتك أسود جينا سبحانه وتعالى وأنت هذا لقاعد هلا أبو عيش لا إيه سيرى آيتك أسود جينا بس حين رجينا يبي كري إني بقري الله تصدقنا رياض رسول جبر يلي دونه لكن إلى عرفه كسو حضل سبحانه وتعالى أيضا لا أقريا لغسو دجي عائشة إلا ما نتقيامها مركز وحي تري فكان بحوءها أول كلمة كلمة أبوه رسي وتكلم بها وكل حضل كلمة أن قال إني يا عائشة عائشة أما الله فقد برأك إلى وكبر يلي فقالت لها أمها هو يلي ذا وحي تري قومي إليه ما استغنيك أتى أفرح لهم الرماء كعبة مريض استاك إليه مريض استاك فقالت وحي تري عائشة والله لا أقوم إليه إلهي ينكبر تنا نستاك إليه بيتري عاشو ولا أحمد كنا مهدن ما إلا الله إلهي مهان سبحانه وتعالى فرش كان إلهي يا إيكاني سبحانه وتعالى مين محمد المكيمين رسولك اللفتي قيسا صلى الله عليه وسلم ذاتك الدباطة أصيبت كجرا جهورات الدباطة منشي أصيبت كتمت سادرت وركار وإستاق بيتري معناها ثم إنتاك بعد تحولت ويوريتي عائشة وضجع دوي جيفتي ونزل الوحي وحيه بان سودقي وحيه أي مركا سودقي ورسولك ساعته اسمه وقت ليسا فصري وان لقفي لي عن رسول الله رسولك أن حجي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك أسقو قسناه أسقو قسناه فكانت أول كلمة كلمة أغورس وحي أهيد تكلم بها أوكهب لي أن قال إني ريا عائشة أما الله فقد برأك إلى وكبري لي فقالت لها أمها هو يدب وحي كتب قومي ما استاك إليه نبي حقي سأقع يسجيك أي وحي تري والله لا أقوم إليه إلهي من قطرت أستاك مايو ولا أحمد كن مهضن مايا إلا الله إلى فرش إسلي ماهني إله فرجك يفري إبكا يقربنا يقدر يلي ما هني قفك لنكم حدنا ينملع والذيك أنزله الله إله أسود جي تعالى سري وفي براءتها بريالي ذي ذوحا أحوأها عشر آيات طبعا آيات وفي سورة النور سورة النور مركا كمذا إني كبضا انتهينا والا تلماماي بداية تاسو كب الله بنيسا من قوله تعالى
إلهي قول كيسيس الرئيقها إن الذين كذي جاءوا مليم بالإفك أبو ربك اللي يمد عسن جميع شر لكم شر إني إلين تايا أم لينينا بين أبو ربك اللي ينكسن عائشة لغو بين أبو ربك شر إلين معها لا تحسبوه ها أم لينينا ها أم لينينا شر إني إلين تايا شر لكم بل اسكدا إن شر أهاتين هو أصاب خير خير لكم أذنك إليه خير أهوى يلي كل امرئ شخص كستأو منهم أي كمدع ما اكتصر وحي أو كسب ذوليه أو من الإثم دنبع والذي كي تولى سوء بابولي والذي كي تولى سوء بابولي كبره ذنب ذوين ينتيسى منهم حال أي كمدعه منافقين تا له وحوليه كعذاب عذاب أيوليه عذاب كسو عظيم مركوين إلى العشرين إلا لقاقارو هيدا اللباطنات آخر كيدا ثم انت كذب خرج وصبح رسولك الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس دتكو أصبح فخطبهم وأخذ أخريه وتلاوى أخري عليهم كركو ذا ما أنزل الله وحي إلهي أسودجي ومن براءتها عيش بريل ببيئها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لغب الله إلا عادي اللي تربيه هذا كذب وحان هذا يدعى وحا لغب سلام إنا يدهان من براءتها فالآية رسولك يحو أمر جلين لبن وامرأة ناك ومن المؤمنين مؤمنين فكمدأها الخالصين اخ فجلدوا ولكرباشي ولكرباشي كل واحد 80 جلدة سديتا كل بالله بفتي سببت محيطة هاي افكي حليما بين أبورت سبع إلهي تلمامي سبحانه وتعالى إن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة بولالة سبحانه وتعالى بطك بنتك الشيء ما ينهي قل كاسم نلقى أدن سنة حتى لقى يلي ماي أنا أركي أيضا شقذي هايا وانتاني أرنتان يسان يسان وحكس مينا يأفر قفوت أنا جاء إنها صارني مركاسا قفك لكرباشا يا مركاسا قفك لجلدنا يا لكن صانع يلان ايو صاصع اهيد ايو وقالتو الله سعداء لأركي ايو سنبوس اسلعنا يين ايو لقى يلي ماي حتى هبدا مركود دوغنا يين حبدا ذن أركين لقى يلي ماي هم هاركو يبا ايو شنقرتو يبا ايو قلبا ذن مقل لسكو لكرباشو حالا ها سالو داعن يهي رسولكم دينة اسلامكو يل سهل المدين لبا قفوت وقفر قفوت انت كري ماذان هوش هاي لبا اركانا راح سهل المركا معها مركا وحال لكرباشي لبا من يهلناك سديتا قلبا لبا قفتي وهم وحيك الاها ينحصان بن ثابت وشاعر كي نبيغا ونس صاحب الفاقة هذا عن صامرني ولد المأمة بنت جحش هي النبي حاس كيسة قبر لبلطي زينب لبلطي بنت جحش حمل به جري سديتا سديتا قلبا لغرفتي ويزلد وحسن بالرحتي أقدامهم جنده بي فأفاض ويبح دراشين في الإفك بين أبو ربك بيبح دراشين وأما رأس المنافقين ساسا دنبي ولا ضعفي لكن منافقين تمدحوا بي عبد الله الذي كي تولى سوء ذلك كبره ذنب لوينان تيسا ورفقته صاحب بني فلم يعاقب في هذه الحياة الدنيا نرشى أن أدوك بحن ذلك معتقاب ولكنهم سيقفون وحل سوء استجندنا بين يدي الله إلهي هرتيس يوم الدين مال تقيامها يوم مال لا ينفع مال ولا بنون إن مرقص واحترم إلا من أتى الله بقلب سليم إلا قف إله أكتس قلب سليم هي مثل ما نمتا سائك لكرباش دونا والله عقاب دونا والرب هرتي سنسو استاجن دونا أما حسان بن ثابت مصطح ابن الثابت حمت بنت جحش سدي سدي ولد الله وبفتي صاصا إله وعفيه مسلمين خالصين بأحايين كون سوال الدبر جنون دونا
ربي هرتي سنة سوء استجن دونا وانا مال لا ينفع ان وح انفعي مال ولا بنون الا من اتى الله قف الهي اكتي سليمت بقلب سليم هاني عمرة الحديبية نقري دونا وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى اعلم.